ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. انا عملت بقى يعني احنا عملنا كده كميه زي ما اتفقنا فيها الرقائق الذره الخاصه بالاطفال، عملتها مع الدقيق وطحنتها، عملنا منها النسخه اللي حضرتك هتشوفوها دلوقتي، ودلوقتي عملتها بالطريقه التقليديه اللي فيها دقيق وبقسماط، وبرده هوريها لحضراتكم. الطريقه اللي تريح حضراتكم يعني مفيش مشكله استخدموها. طيب هنيجي بقى هنا، خليني اقفل دي، نبص بص على بسم الله على البطاطس. بصوا الله، يا نهار ابيض حلوه قوي، بصوا كده يا نهار، بصوا كده واو. شايفين؟ هنقدمها دلوقتي، يلا بينا. روعه وريحتها اروع، الله. هناخد بقى البطاطس القمر دي ونقدمها. طيب خليني اخد الطبق ده كنا نقدم فيه البطاطس بتاعتنا، وبعدين نتكلم على الوصفه اللي ايه قلنا لحضراتكم عايزين نعملها مع بعض. ممكن ناخد كده بيه، الله ريحتها تجنن، بسم الله. في ناس بقى تحب مثلا يعني اذا هي ما بتظبطش قوي، بس طبعا هي في الفرن بصوا مظبوطه جدا. اذا هي ما بتظبطش او عايزينها اسرع يعني، بس هي ما خدتش وقت، هي زي ما حضراتكم شايفين من اول الحلقه وشوفوا احنا بدانا فيها والحمد لله الدنيا جميله ازاي. تقدروا بينزلوها كده بلانشيه في ميه سخنه بتغلي، وبعدين يروحوا ايه مطلعينها، وبعدين يعملوا لها بقى الطريقه دي ويدخلوها الفرن. انا بصراحه مش مع الطريقه دي، يعني ايه بقول احنا مش مضطرين، ما احنا بنسويها في الفرن على طول، مش محتاجين يعني ان احنا نعمل الخطوه دي خالص. فبتبقى كلها في الفرن حاجه جميله جدا، وايه وما بتاخدش وقت معانا وصحيه. وعملناها بزيت الزيتون وعملناها بالمنكهات اللي حضراتكم شفتوها كده بالشكل ده، فايه اتمنى تنول اعجاب حضراتكم. جربوها بقى للولاد، حط لهم بقى صوصات، اهم حاجه تبقى صوصات يعني ايه صحيه هي كمان. اطلع لحضراتكم الطبق هنا وانضفه كده هنا من الحروف. شوفوا بقى التتبيله دي جميله ازاي، كركم بيدي لون كده حلو ازاي لل، احنا حطينا كاري، سوري، حطينا له بقى كاري بيدي طعم حلو ويدي لون حلو ازاي زي ما حضراتكم شايفين. الله الله انها تتحدث عن نفسها. طيب هنبدا بقى نشتغل مع بعض. الله تسلم ايديكم والله بجد، انا شخصيا بحبها قوي، بحبها في البيت. وتقدروا زي ما قلت لحضراتكم اي توابل انتوا حابينها توليفه اعملوها، اساسي فيها الثوم والبصل باودر مع البابريكا، ضيفوا بقى الزعتر، ضيفوا الزعتر كمان بيدي طعم حلو، ضيفوا معاها بقى اي حاجه ثانيه انتوا عاوزينها. خلينا نحطها هنا اهي، وايه وبالصحه والهنا على قلب حضراتكم. هنعمل دلوقتي وصفه من الوصفات اللي هي برضو محببه دايما في الصيف، لما بنروح نلاقي يا المولتن كيك يا البراونز، اكتر اتنين موجودين مشهورين قوي، او الشوكليت كيك بالصوص برضو مشهورين قوي في المطاعم في الكافيهات، وتلاقينا بنطلبها ومتبقاش يعني حلوه، لانه في الاخر هي جايه له جاهزه وهو بيحطها في الفريزر ويطلع يسخن في الميكرويف. فخلينا نبدا نقول وصفه للبراونز نعملها في البيت بطريقه لطيفه سهله، والميزه فيه ان نقدر نشيله في اطباق فوم ونحط ونغلفه ونشيله في الفريزر وقت ما نعوز، عندنا ضيوف مفاجاه ناخد القطعه سخنها في الميكرويف ونحط عليها بوله ايس كريم وصوص شوكولاته وتتقدم رائعه. يلا بينا. حاضر يا فندم، انت تؤمر والله يا استاذ ابراهيم، مخرجنا يعني من حقه بصراحه، راجل يعني ما بيجيش يقول لنا على حاجه بس هو بيحب حاجات معينه. طيب هنخليك تجرب معانا ان شاء الله. حاضر يا فندم. نادر حاضر يا فندم، حاضر. انت تؤمر يا فندم. مقاديرنا حاضر، يلا بينا نقول المقادير. طيب مقاديرنا بسيطة جدا، عندي ثلاث بيضات، عندي معلقة فانيليا، عندي كوباية ربع من خليط الزيت أو من الزيت النباتي، عايزين تحطوا من خليط الزيت ده أو من الزيت ده مع قطعة زبدة ماشي، بس أنا عاملاه بالزيت خفيف. عندنا نص كوباية من الكاكاو الخام، الكاكاو اللي اتباع عند العطار، كاكاو الأسباني. عندي كوباية دقيق أبيض أو دقيق شوفان لو عايزينه صحي بقى يعني درجة كبيرة. عندي معلقة كبيرة بيكنج باودر، وعندي رشة ملح. طبعا السكر تقدروا هنا لو عايزينه يبقى لايت او دايت، مش هتستخدموا بقى السكر ده، استخدموا سكر الدايت اللي بيدخل على السخن، مهم جدا نوع سكر الدايت اذا حضراتكم هتستخدموه يكون من انواع السكر اللي بتدخل على الساخن، علشان السكر
اللي بيبقى مش كل انواع سكر الدايت بتدخل على السخن، بتدخل الافران في حراره عاليه. طيب هعمل كده، بسم الله. بيضه بيضه، معلش بحب اتاكد من البيضه، السنه البيض ده بخاف منه جدا في الصيف، بترعب لانه هو تعبه وحش قوي، الله قدر الله تعبه سيء يعني. بصوا كده كده، بسم الله كده. حاجه هنا خليني اشيلها كده، هي من البيضه نفسها بس ماشي هشيلها، لازم تتشال بدي، استحاله اعرف اشيلها بحاجه تانية غير دي كده. ايوه، احط البيض وبعدين الفانيليا اهي، وبعدين خليني اقلب الاول تقليبه كده بالويسك الصغير ده. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم كده. ده نحط بقى دول كده قدام. اوكي، وهاخد شوية السكر، كوباية واحدة بس كفاية كده، ندوب بس السكر كويس. ده في بقى البولة التانية، هحط المكونات الجاف، هحط الكاكاو، نقلب بس تقليبة حلوة كده، هحط الكاكاو، بسم الله الرحمن الرحيم. الخام نص كوباية، عايزين ننزل اللازانيا لمحمد يا ندى. احنا عملنا اللازانيا، نزلها لك يا محمد. اهم حاجة انا في اللازانيا ما بسلقهاش، جيب نوع كويس، هو في نوعين في السوق كويسين قوي من انواع المكرونات المتعارف عليها اللي احنا بنستخدمها دايما، فانت جيب واحد منهم علشان النوع ده هو اللي احنا ايه جربناه، واللي انا يعني شايفة ان هو ما بتبقاش مهما استوت ما بيبقاش فيها العضة دي، ما بتبقاش حاسس ان المكرونية يابسة ناشفة يعني، فدول كويسين. هنحط البيكنج باودر، عندي رشة الملح مهمة جدا، وهنقلب المكونات الجافة كده مع بعض كده. هنشيل بقى دول، واحنا حطينا هنا، حطينا البيض، حطينا الفانيليا، حطينا السكر، هبدأ انزل بالزيت شوية شوية مع الخليط مع التقليب، بسم الله. وشوفوا بسيط نعمله واحنا قاعدين، مش شرط يعني يكون ايه في خليط يعني حاجة يدوية، يا مضرب ولا مثلا عجان، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين الخليط، تسلم ايديكم. بصوا يوصل لانه يبقى زي المستحلب كده، وبعدين هبدا اضيف، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه شويه كده. خلوا بالكم البراونز غير الكيك، عشان كده في نسبه دقيق قليله، فاحنا يا دوب بيبقى بارتفاع سنتي او سنتي ونص على الاكثر في الصاج بتاعه، عشان بيبقى رقيق، هوري لحضراتكم دلوقتي هتشوفوه ويبقى رائع. طبعا الكاكاو بيتباع عند العطار، الكاكاو الاسباني، كاكاو الخام ده فوائده كتير جدا، احتفظوا بيه في الفريزر لانه طعم كطعم كمان هو طعمه حلو وفي نفس الوقت صحي كده. شايفين بدا يبقى الخليط كده، نحط بقى بقيه الايه، انا حاطه دقيق شوفان، لكن حضراتكم لو عايزين تستخدموا دقيق ابيض اوكي، بس على فكره دقيق شوفان طلع طعمه رائع جميل. نشوف بس الكاكاو، اوكي بصوا كده، ماشي يا نوزي، مقادير اللازانيا. خليني بقى ايه انزل كده، وهاخد مع حضراتكم سباتشيلا كده، بسم الله، هبدا اقلب فيها كده بشكل دائري عشان ايه، وبجهز اي صينيه عند حضراتكم هي تمشي، ممكن تبقى 20 في 20، ممكن تبقى 40، ممكن نقلل السكر، لسه قايله اهو، انا لسه قايله، انت كنت اكيد بتتكلم مع حد في الكنترول عشان كده انت ما سمعتنيش.
لسه بقول ان السكر ممكن نقلل نسبته، دي حاجه ترجع لحضراتكم. حطيت كوبايه، لا الزيت ممكن يبقى نص كوبايه، ممكن يبقى نص كوبايه، يعني ممكن نقلل نسبه الدهون برضو، ما فيش اي مشكله خالص. طيب هاخد كده، انا جايبه بقى بايركس او صينيه او صاج زي ما انتم عايزين، مربع اهو المقاس ده، لازم ادهنه كده نقطه واحده بس من الزيت، نقطه. عايزين تحطوا فيه ورقه زبده هيبقى احسن واحسن، يعني افضل اذا الفرن حامي او مش ضامنين لحسن تلزق ولا حاجه، او هنبطنها بالكاكاو زي ما قلت لحضراتكم. لو تفتكروا اي كيك شوكولاته نبطن بدل الدقيق كاكاو عشان يطلع نفس اللون، لان لما تستوي الكيك وانا مبطنه بالدقيق الابيض بيطلع كده لون ابيض فوق الخليط، بيبقى شكله وحش قوي، لكن لما بيبقى بني بالعكس بيتفاعل معاه، بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى كمان شكله حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، حط كده اهو، اهي كميه كده زي ما حضراتكم شايفين، ما بيبقاش عالي قوي زي الكيك. خلاص اهو يدخل على حراره 180 على الشبكه في النص، ما بياخدش وقت كتير، ربع ساعه 20 دقيقه على الاكثر على حسب درجه حراره الفرن اهو كده زي ما حضراتكم شايفينه. وبعدين هدخله الفرن، هياخد مثلا زي ما قلت لحضراتكم الوقت اللي احنا اتكلمنا فيه ربع ساعه تلت ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهيطلع معانا. اما بيطلع بسيبه يهدى خالص ويبرد، وبعدين ابدا اشيله اقطعه بسكينه شكل طويل، وبعدين مربعات. احنا مقدمينه هنا مع صوص شوكولاته، دي السماكه بتاعته بيطلع يعني بالسماكه دي. طبعا القطع ممكن تبقى اصغر من كده، بتبقى صغنونه خالص، لكن على يعني اللي عايز بقى يقطعها قطع كبيره مفيش مشكله خالص. والنهارده عملنا كيك البراونز، بصوا بطريقه بسيطه وسهله ازاي، حطينا عليه صوص شوكولاته خام، بتعمل زي ما قلنا من اللبن والكاكاو او بشوكولاته خام، بنقطعها ونحطها على البخار فقط لا غير. عايزين تعملوها جناش شوكولاته حطوا 200 مللي من الكريمه على 250 جرام من الشوكولاته الخام، سخنوا الكريمه الاول في طاسه بعدين حطوا الشوكولاته عليها وارفعوها من على النار ودوبوا فيها لما يبقى الجناش. بس يعني هو بسيط قوي، تقدروا تعملوه في البيت بسيط. وشوفوا بولت بقى ايس كريم على البراونز ده متسخن وصوص شوكولاته سخن، تطلع رائعه كانها زي ما بتاكلوها بره واحلى. طيب معانا اللازانيا عشان خاطر محمد، اللازانيا معاك يا محمد اهي، باكت من اللازانيا. طبعا انت مش هتستخدم الباكت كله، الباكت ده كبير على بايركس كبير، هيبقى كبير يعني هيتبقى منه معاك شويه. انت هتعمل طبقه 2 3 4 طبقات من اللازانيا، هيبقوا تقريبا 3 شرايح او 4 على حسب البايركس بتاعك. على جنب بتعمل عصاج عادي جدا، بس اللازانيا بس اللازانيا معانا نص كيلو مثلا من اللحمه المفرومه، عندنا زيت وعندنا بصل مفروم وعندنا ملح وفلفل وعندنا بهارات اللحمه وعندنا رشه من الفلفل، قرفه بسيطه، وممكن تحط روزماري، ممكن تحط ريحان، التطعيمه دي بتاعت اللازانيا. البشاميل، بشاميل بسيط، عندنا حوالي 3 معالق كبار من الدقيق، يعملوا يعني نص كوبايه 3 معالق كبار، عندنا 3 معالق كبار من الزبده، او لو عايز تكتر براحتك، بس هو دي قد الزبده عشان تبقوا بس عارفين. لا خلوه هيبقوا ظبطوها بقى. طبعا 3 و3، المعلقه معلقه دقيق زبده، معلقه دقيق، معلقه دقيق، معلقه زبده. طيب وعندي كمان اللبن لتر، هنحط لتر من اللبن او لتر وكوبايه، يعني 5 كوبايات. هنقلب على النار كده لحد ما يبقى خليط بشاميل بالراحه ونار هاديه وتقلب كويس، وبعدين تحط رشه ملح وفلفل ورشه من جوز الطيب، وبعدين بتحط طبقات اللازانيا وهي جافه ما بسلقهاش. لو عايز تسلقها يبقى هتسلق كذا 3 شرايح في الميه، بتغلي معاها زيت ورشه ملح، هتطلعها على صاج في شويه ميه وشويه زيت وتفردهم كده لحد ما ترصها، وان شاء الله تطلع معاك مظبوطه باذن الله. اسمحوا لنا بقى احنا هنروح لفقره مميزه، معانا فقره طبيه بناء على طلب حضراتكم. معانا دكتور ايمان المراكبي، استاذ طب المخ والاعصاب وطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. اسمحوا لنا نستقبل ضيفي ونلتقي مع بعض في الفقره اللي جايه ونشوف اسئله حضراتكم واجابتها.